بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم ومرحبا بكم. تمر علينا الذكرى 18 لتأسيس هيئة علماء المسلمين في العراق، هذه المؤسسة التي كانت وما تزال رائدة في الميدان، تقاتل على جبهات عدة سياسية وفكرية وثقافية وحقوقية، مستظلة بثوابتها الشرعية، وهي تحمل فكرة جمعية بناءة تسعى فيها إلى بناء حياة مثلى تحقق للعراقيين تطلعاتهم في نيل الحرية والانعتاق من مشاريع الاحتلال التي جاءت فأفسدت وتسلطت فأهلكت الحرث والنسل، ثم شوهت ماضي العراق وتأريخه وعبثت بحاضره وواقعه. إن هيئة علماء المسلمين هي المؤسسة الرائدة في العراق في مناهضة الاحتلال ومشاريعه، والإنموذج الفريد لحركات التحرر المعاصرة. لقد ثبتت وصمدت دون انحراف في المسار أو تغير في المقصد، على الرغم من كل محاولات النيل والصد والتشويه التي تعرضت لها، فكانت بحق جديرة أن يحتفى بها وأهلا لأن يعلى مقامها ويرتفع شأنها. وبهذه المناسبة يعقد القسم الإداري في الهيئة هذه المحاضرة التي تعنى بمسيرة الهيئة بين البناء المؤسسي والعطاء الفكري والموقف السياسي. نستضيف فيها الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي ليحدثنا عن شذرات من تاريخ هذه المؤسسة ونتاجاتها على مدى السنوات الماضية، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله، وبعد. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء في ثالث أيام شهر رمضان المبارك، ونحن نحتفي بهذا الشهر ونحتفي أيضا بذكرى تأسيس الهيئة 18. حديثنا اليوم عن الهيئة ليس سردا للتاريخ التفصيلي ولا حديثا عن المعلومات والأرقام والإنجازات والنشاطات والواجبات التي تقوم بها الهيئة، فهذا أمر يعني يطول به المقام أولا، وثانيا هو معلوم ومنشور في وسائل إعلام الهيئة وغيرها. لكن حديثنا اليوم عن جانب من الجوانب التي يمكن أن تعطي صورة مركزة لهذا الجهد الكبير الذي قامت به الهيئة وما زالت منذ تأسيسها في اليوم 14 من شهر نيسان من عام 2003 بعد الاحتلال بخمسة أيام فقط وحتى هذه الساعة. لذلك اخترت عنوانا خاصا يمكن أنه يركز مجموع الجهود التي تحدث عنها الأخ الدكتور محمود وأشار إليها في المقدمة. هي جهود كثيرة على مستويات مختلفة، منها ما هو سياسي، منها ما هو ثقافي، منها ما هو فكري، منها ما هو علمي، منها ما هو دعوي وإنساني وإغاثي ومهني، وعلى جوانب عدة. كل هذه الجوانب انتظمتها الهيئة في عملها من خلال الأقسام على مدى السنوات الماضية، لكن يمكن تلخيص هذا الجهد في ثلاثة أبعاد التي سميتها هنا أو اخترت عنوان المحاضرة الثلاثية. فهي كما يقول العنوان هيئة علماء المسلمين في العراق وثلاثية البناء المؤسسي والعطاء الفكري والموقف السياسي. فالهيئة تقوم على هذه الأركان الثلاثة. الركن الأول هو البناء المؤسسي، كل مؤسسة تحتاج إلى أن تبني نفسها، أن تضع قواعد للعمل، أن تضع خطط للعمل، أن تقوي قاعدتها الأساسية، أن تبين الأهداف والمقاصد التي أنشئت من أجلها وتعمل على تحقيقها، ثم تشرع بعد ذلك في بناء المؤسسات التفصيلية التي تحقق لها ما تريد. والجانب الثاني هو العطاء الفكري، والعطاء الفكري هنا بمفهومه العام
يشمل الجوانب العلمية والدعوية والثقافية والفكرية العميقة وما إلى ذلك. هذا كله عطاء فكري، لأنه هي هيئة علماء، والعالم لابد أن يكون له أثر في خدمة مجتمعه في جميع الجوانب أو الجوانب التي يستطيع أن يخدم فيها. هذه الخدمة هي عطاء، وهذا العطاء قد يكون عن طريق العمل الدعوي، أو عن طريق العلم والتدريس، أو عن طريق التأليف، أو عن طريق العمل داخل المجتمع من خلال خدمة المجتمع، الجمعيات والروابط والاتحادات التي تقدم خدمات إنسانية وإغاثية وما إلى ذلك، بل حتى هي قامت بأدوار صحية في هذا المجال. فإذا هذا هو العطاء بشكله العام، لكن هذا العطاء لابد له من تأصيل، لابد له من أفكار عامة، لابد له من تعميق للمفاهيم في قلوب الناس وفي نفوسهم، لابد له من تأصيل يستند على قاعدة الشرع، ولابد له من تأكيد يستند على قواعد السياسة الشرعية والتعامل مع الناس، ولا سيما في ظرف الاحتلال في العراق، وهو ظرف صعب وظرف ليس طبيعيا بالمرة. فإذا هناك رجوع إلى قواعد الشرع وتأصيل للعمل اليومي، كل هذا لابد أنه ينتج عنه عطاء فكري على شكل نظام داخلي، على شكل لائحة أعمال، على شكل مقالة، على شكل رسالة، على شكل كتاب، على شكل موسوعة، على شكل مركز للدراسات، على شكل مؤسسة للطباعة والنشر، كل هذا حصل والحمد لله. فلاحظوا التداخل بين البناء المؤسسي والعطاء الفكري. لا تستطيع أن تعطي فكريا إلا إذا كان لديك بناء مؤسسي. هذا إذا كنت جماعة، وهيئة علماء المسلمين في العراق هي جماعة، يعني مجموعة من العلماء وطلبة العلم يجتمعون على أمر ما ويعملون من أجله. أما إذا كان الجهد فردي لا يحتاج إلى مؤسسة. الركن الثالث هو الموقف السياسي، وقد أفرزت الموقف السياسي عن العطاء الفكري، مع أن الموقف السياسي هو عطاء فكري بحد ذاته، ولكن معركتنا في العراق مع الاحتلال التي أستطيع أن أقول بأن الهيئة قادتها منذ البداية وحتى اللحظة هي معركة سياسية، بغض النظر عن المعركة الثانية معركة المقاومة، فلها رجالها ولها من قام بها ومن ما زال إلى الآن يؤمن بها ويسعى إلى أن يعني تبقى جذوتها في قلوب وعقول ونفوس الناس. حديثنا اليوم عن هيئة علماء المسلمين، الإطار المعلن، أما الأطر غير المعلنة فهذه حديثها يعني حديث آخر. فإذا أفرزنا العطاء السياسي وعبرنا عنه بالموقف الفكري، لأنه كان النشاط الأبرز للهيئة. وإذا جئنا إلى عالم اليوم وتفحصنا الجهود المبذولة وقرأنا الأفكار وقرأنا الجهد، جهد الأمم في سبيل الانعتاق من الاستعمار والاحتلال وما إلى ذلك، نكتشف بأنه قمة هذا العطاء هو الموقف السياسي. لأن الموقف السياسي لا يمكن أن يصل إليه الإنسان أو المجموعة التي تضع هدفا ما لنفسها وتسعى لتحقيقه إلا بعد تراكمات كثيرة، أعمال وقبل أفكار ثم نقاشات ثم صراعات سياسية وغيرها، وياما حدثت صراعات بين القوى المناهضة للاحتلال ومنها الهيئة وبين النظام السياسي القائم في العراق ومن خلفه الاحتلال. ثم بعد ذلك تنضج أفكار، هذه الأفكار على المستوى الثقافي العام، ويقوم بها المثقفون عن طريق الكتابات السريعة القصيرة، الكتابات الميسرة، ثم بعد ذلك ينشأ مفكرون يعمقون هذه الأفكار، ثم في الأخير ينتج موقف سياسي. لذلك عندما تقرأ عن مواقف بعض الحركات السياسية في بداية القرن العشرين الماضي، لما بدأت تحاول الانعتاق من الاحتلال في بلادنا العربية والإسلامية، المؤرخون لهذه التحركات يفرقون بين نوعين من التحركات. نوع يقولون هو تحرك عميق يستند إلى أفكار واضحة، يستند إلى خلفية ورؤية لما يريد هذا المغير بعد التحرير، بعد الخلاص من الاحتلال. واتجاه آخر يقول كانت أفكارهم شعبوية عامة مبسطة ميسرة،
واضحة وصريحة ولكنها غير عميقة. الينحو ناحية الفكر ينتقد هذا الاتجاه، يقول هاي أفكار بسيطة وغيره، والينحو ناحية العمل والنتيجة والثمرة يقول له هذا هو المطلوب، لأنه أنت الآن تتحرك في وسط شعب، انتج أفكار عميقة، هذه الأفكار العميقة مو كل الناس ممكن أن تفهمها أو تدركها أو تتفاعل معها. فحتى الأعمال الفكرية العميقة يمكن أنه تيسر وتوصل للناس بلغة أيسر وأسهل حتى تقتنع بها الناس، ويصير الحراك الثوري، وبعد ذلك يصير ماذا؟ يصير التحرير والاستقلال، وهذا اللي حصل. وتبرز في التاريخ طبعا التاريخ العربي والإسلامي أمثلة كثيرة على الصراعات بين الفكرة العميقة والفكرة المجردة، أو ظهر لنا عدد من الكتاب والمفكرين أصحاب فكرة عميق لكنهم نجحوا في إيصال أفكارهم إلى عامة الناس. لماذا؟ لأنهم اختلطوا بالناس. في الليل هو مفكر يسمونه برج عاجي، لكنه في النهار ناشط متحرك مجاهد مقاوم مناضل، سميه ما شئت. أما اللي ينظر في الليل ويعمق الأفكار فهذا أمر جيد، ولكن أحيانا بعضهم ليست لديه القدرة على أن ينزل للشارع ويكون في نفس الوقت كاتب ومفكر وناشط. الهيئة عاشت هذه المرحلة. يعني أنا لما استرجع التاريخ، لا بس نذكر أمثلة قبل ندخل على الهيئة، لما نأتي إلى العراق نجد بأن هناك أصحاب أفكار عميقة جدا في التحرير والإصلاح وتغيير الناس وما إلى ذلك، ولكنها كانت غير متحركة في الشارع، بينما كانت هناك أفكار لا تحمل هذا الفكر العميق ولكنها توصل هذه الرسالة إلى الجمهور. المثال المشهور عندنا في العراق هو الأستاذ فهم الخزرجي، أو فهم المدرس كما عرف واشتهر، الرجل صاحب علمية وخلفية كبيرة ويعد من مفكري ومثقفي العراق المرموقين، ولكنه في الوقت نفسه كان كاتب مقالة يومية، مقالة سياسية تؤلب وتعرض وشارك في العمل السياسي وما إلى ذلك. إذا ذهبنا مثال آخر ما نطول إلى تونس، نجد الشيخ عبد العزيز الثعالبي رحمه الله، عالم ومجاهد ومفكر وناشط، كتاباته الأساسية هي التي هيئت الأرضية للتحرير في تونس، لكنه في الوقت نفسه كان ناشطا يخطب ويقود التظاهرات ويذهب إلى البلدان يبشر بالفكرة، استقر سنوات في فرنسا يلتقي بكل الجهات للتعريف القضية التونسية، أصدر كتابه يعني خلينا نقول مو عميق جدا لأنه قام على المعلومات والمرحلة كانت تتطلب هذا الأمر اللي هو تونس الشهيدة. هذا الكتاب أحدث ضجة كبيرة جدا وغير الموازنات في وقته وعرف العالم بالقضية التونسية. لكن لما تجي تقرأ كتبه الأخرى وخاصة محاضراته في جامعة آل البيت في العراق تجدها عميقة ومركزة، جمع بين أمرين، لكن مو كل إنسان يستطيع أن يجمع بين أمرين. إذا جئنا إلى مرحلة العراق سنكتشف الآتي، بعد الاحتلال أقصد، أن الساحة كانت تتطلب عطاء فكري بكل أنواع التي ذكرناها، وتتطلب موقف سياسي واضح وحازم وصريح وعميق ويستند إلى خلفية فكرية وثقافية وعطاء. وذن الأمرين يستلزم ماذا؟ بناء مؤسسة، تبني مؤسسة، هذه المؤسسة تكون هي منصة الانطلاق لك، القاعدة التي ترجع إليها، الأدوات التي تستخدمها. إذن صارت المعركة ثلاثية، ومن هنا جاء عنوان المحاضرة. فالهيئة بعد الاحتلال دخلت في تحدي كبير، الاحتلال قائم، المقاومة قائمة، الصراع السياسي قائم، والهيئة في وسط الحومة، وناس تريد من عندنا بناء مؤسسة فقط. طبعا أكو ناس بحسن نية وناس بنية أخرى، والناس تريد من عندنا عطاء فكري وعمل دعوي وعمل تربوي ودروس علمية ومحاضرات دينية وما إلى ذلك، وهذا كله حق ومطلوب بعد انهيار المؤسسات في هذا الاحتلال. هناك ضعف قبل الاحتلال، لكن هل هو هذا الواجب الوحيد للهيئة؟ هل هو واجب الهيئة وحدها في هذا الأمر؟ لا طبعا. وطرف ثالث يريد موقف سياسي حازم وواضح وصريح. إذا أبعدنا النوايا السيئة والنيات السيئة في هذا الموضوع، اللي حاول أن يجرنا للبناء المؤسسي حتى يخفف من اندفاعتنا الفكرية والعطاء وغيره، واللي حاول يجرنا للعطاء الفكري ويقصر على الجانب الدعوي والعلمي التقليدي في أذهانهم اللي هو واجب عالم الدين أو رجل الدين كما يقولون، ومنهم من يريد من عندنا موقف سياسي فقط بمعنى لا تتدخلون في الشؤون الأخرى، أعطوا موقفكم واكتفوا بهذا الأمر، سمعت لكم الناس سمعت، لم تسمع أنتم معذورين. فأنا أتكلم هنا عن أصحاب النيات
الحسنة وأترك أصحاب النيات، سئلين الزمن كشف كل شيء، وماكو داعي نعيد يعني ذكر بعض الأمور التي قد تكون مؤلمة. لكن أعود إلى صلب القضية، إذن مطلوب بناء مؤسسي وعطاء فكري وموقف سياسي، والهيئة كانت تجمع وليد جديد ليس له سابق عهد في العراق بهذه الصورة. هناك رابطة علماء العراق، لكن كما تعرفون وضعه كانت شبه مجمدة. التجارب القديمة وعمل رواد العمل الإصلاحي في العراق في النصف الأول من القرن العشرين أصبح بيننا وبينهم بونا شاسعا وواسعا من الناحية الزمنية، أساليبهم ومشكلتهم وطرق تحركهم غير واقعنا. طيب، احنا قبل الاحتلال من كان داخل العراق ليست لديه الإمكانية ولا الخبرة ولا التواصل مع ما يحدث في العالم بالصورة المناسبة. الأمر كان منوطا بالجهود الفردية لفلان وعلان وغيره، اللي حظي بفرصة سفر، فرصة احتكاك، فرصة مؤتمرات، فرصة معارف، فرصة قراءة، كانت لديه بعض الأفكار بعض الخبرات، ولكنها مجموعة لا تقف أمام ما جاء بعد الاحتلال، الجراد الذي جاءنا بعد الاحتلال الذي عبئ طيلة حوالي ربع قرن على العداء للعراق بحجة معاداة النظام القائم، ودرب وأهل ومول وعلم وأعطي كل الوسائل الممكنة، فكانت المعركة غير متكافئة وغير متوازنة. لو كان بناء مؤسسي وحده ماشي، عطاء فكري وحده ممكن، موقف سياسي فقط ما أسهل، لما يكون عندك موقف سهل جدا تبين الموقف، لكن الأصعب هو الثبات على الموقف والدفاع عنه. طيب، هل يمكن أن نقسم نفسنا ناس تبني مؤسسي وناس تنتج عطاء فكري وناس تتخذ موقف سياسي؟ هذا اللي حصل مباشرة. الهيئة قامت بتوزيع الأدوار، ولكن يحدث تداخل، يحدث تواكل، يحدث ضغط، المكلفين بالأعمال قد ما تكون الصورة عندهم واضحة لأن ماكو سابق خبرة، فلا بد أن يصير تداخل، قد يضغى جانب على جانب لسبب، يعني طغى الجانب السياسي والإعلامي لأن السياسة والإعلام كانت تقتضي، المعركة كانت سياسية وإعلامية في عند الصدمة الأولى، لكن لا يعني هذا الظهور الإعلامي والسياسي أنه ماكو جوانب أخرى للعمل. طيب، هل أعضاء الهيئة كلهم الذين يظهرون على الإعلام فقط؟ لا، 4-5 كانوا يظهرون على الإعلام فقط. على العموم، فإذن أقصد بأنه كانت معركة متعددة المستويات متداخلة المحاور، فالمهمة ليست هينة. هل وصلنا إلى الصورة المثلى التي نتمناها؟ لا طبعا، إذا وصلنا إلى الصورة المثلى يعني بعد ذلك راح يكون النزول والتراجع. هل حققنا كل الأهداف التي نتمنى؟ لا طبعا، على رأس أهدافنا هو إنهاء الاحتلال، والاحتلال ما زال قائما والمعركة ما زالت مستمرة، ولا يغرنكم من يقول بأن المعركة انتهت والاحتلال خرج وولى وما إلى ذلك. المعركة كما هي، وعدونا يفهم هذا، نفس الوسائل، نفس الأساليب، نفس الأفكار، نفس الطرق، قد تتغير بعض الأشكال هنا وهناك، لم يحدث أي تغيير، هم تغيرت فقط أسماءهم وصفاتهم والوجوه تبدلت، ولكن الفكرة والعداء والموقف ما زال كما هو. والاسترجاع التاريخي حاضر، وأقصد هنا استرجاع التاريخ لما حدث بعد الاحتلال. فنجعل البناء المؤسسي، البناء المؤسسي طبعا الهيئة، هذا الكتاب صدر في البداية من أوائل كتب الهيئة وزارة الهيئة كلام المسلمين في العراق، التعريف والمفهوم، وكلكم رآه وقرأه، وطبع في وقت مبكر يعني أثناء كل هذه الأمور التي ذكرناها. هذا يتكلم عن الهيئة من الناحية الفكرية ومن الناحية الهيكلية الإدارية، يعني البناء المؤسسي. منذ البداية كانت هناك أمانة عامة، مجلس شورى، هيئة عامة، هناك أقسام، وقد تكفلت إصدارات عدة للهيئة وجهود في ذلك الوقت في إبراز هذا الجانب. فنجي على مثل البناء المؤسسي، أول شيء كان هناك نظام داخلي نعمل وفق هذا النظام ونتحاكم إليه، وقد خضع لتعديلات عدة من حيث بعض الوسائل، وإلا الأهداف ثابتة كما هي. لم نكتفي بذلك، كانت هناك مهام أقسام الهيئة أيضا صدرت على كل رأس، ما ترك الأمر هكذا للذهن فقط، يتذكر رئيس القسم الفلاني وينسى رئيس القسم الفلاني أو مسؤول القسم الفلاني، هذا يوضح مهام، وهذه وزعت على أعضاء الهيئة والأقسام لي حتى تكون تحت إيدهم خريطة عمل.
وصلنا إلى مرحلة عندما بدأت الهيئة بنشاطاتها وأصبح لديها خبرة في إقامة المؤتمرات ما كان سياسيا منها وإعلاميا وإداريا وعلميا في مرحلة لاحقة، والحمد لله قد نجحت هذه المؤتمرات، أنه حتى هذه الأفكار طبعت على شكل كراس، جمعت إدارة المؤتمرات كيف ندير مؤتمرا حتى ما يكون الأمر اجتهادي وفي كل تجربة نعيد ونكرر ونسأل ونجتمع ونشكل لجان، لا، الأمر أصبحت واضحة كخطوط عامة، أما الاجتهادات التفصيلية طبعا واردة في كل زمان ومكان. هذا من حيث البناء المؤسسي، كل مؤسسة لابد يكون عندها هذا القدر من الوثائق الإدارية، بغض النظر طبعا عن المخاطبات التوجيهات واللوائح المكتوبة والتي ترسل إلى أعضاء الهيئة أو الأعراف الداخلية داخل المؤسسة. إذا انتقلنا إلى العطاء الفكري، أيضا الهيئة لم تغفل عن ذلك. هذا الكتيب يتكلم عن فكرة الهيئة ولماذا نشأت الهيئة بعد الاحتلال، لمصاولة العدو الجائر والعدو الصائل الذي غزا العراق واحتله، ما هو الواجب، الأمة كيف تتصدى له، لابد أن العلماء وطلبة العلم يكونون في الواجهة، هذا يؤصل لهذه الفكرة باختصار. ثم بعد ذلك يوسع هذه الفكرة في هذا الكتاب نظام الرأي والفتوى والسياسة الشرعية لهيئة علماء المسلمين، هذا صدر عام 2004، يعني بعدنا في أثناء المعركة السياسية والإعلامية والمقاومة نتكلم كيف يكون الرأي وكيف تكون الفتوى وكيف تكون السياسة الشرعية، ما هي قواعدها، ما هي ضوابطها، وهذا الكتاب مصاغ على شكل قانون، مواد مقررة، نص المادة، متن المادة، ثم الشرح والأسباب الموجبة لا، هذا كتاب يؤصل لفكر الهيئة ويبين العطاء الفكري على ماذا استند. بعض أعضاء الهيئة كانوا يدركون هذا الأمر بدون كتاب، ولكن لابد من دستور نرجع إليه في هذا الجانب. أحدهم لما قرأ الكتاب في وقتها قال: لقد حجرتم واسعا. استغربت من كلمة حجرتم واسعا، هيئة ناشئة بعد الاحتلال بأشهر تنتج هكذا إنتاج يؤصل لتحركه، حركات استمرت سنوات حتى وصلت إلى هذه المرحلة، فتبين بأنه حجرتم واسعا يقصد الموقف من العملية السياسية، كان نوع من المرونة مع العملية السياسية. هذا أمر آخر. بعد ذلك بدأ هذا النظام بالتفصيل، وسع منه باب الإصلاح والتغيير ورؤية الهيئة لبناء الحياة المطلة، جانب من جوانب هذا الكتاب. أيضا متن يتحدث عن النظام الاجتماعي الذي تراه الهيئة وتتبناه الهيئة وتريده للعراق في ضوء الشريعة مع مراعاة الأوضاع الحالية. طبعا هو غير ملزم لغيرنا، ولكن لمن اقتنع ملزم. يتكلم عن نظام الاجتماعي بشكل عام ويركز على قضية الأمن وعلى قضية المرأة وعلى قضية الطفل وما إلى ذلك. إذن هذه الكتب الثلاثة غطت الجوانب أو مفاتيح العطاء الفكري للهيئة، كل ما جاء من إصدارات الهيئة وإنتاجات ومؤتمرات وبحوث بعد ونشاط إعلامي هي قائمة على هذه المصادر الثلاثة. وأخيرا يأتي الموقف السياسي، وموقف الهيئة السياسي معروف، ومع ذلك الهيئة أبت على نفسها إلا أن توثق هذا الموقف السياسي، فصدر هذا الكتاب هيئة علماء المسلمين والمشروع الوطني، مع مدخل مهم في مشاريع الإنقاذ، لأن الهيئة لديها مشروع للإنقاذ والتحرير، وكل جهات وطنية أخرى لها مشاريع، هذه الجهات اجتمعت مرة ما تحت عنوان كبير وأطرت هذا المشروع الوطني، ولكن لابد من التوثيق، وفيه أيضا تأريخ لما جرى من جهود في هذا الموضوع. ثم بيانات الهيئة التي تؤرخ للحالة العراقية في كل الجوانب مشهورة ومعروفة وطبعت منذ وقت مبكر، والتصريحات الصحفية للهيئة أيضا وهي قيد الطبع الآن. فإذا جينا على الجانب المؤسسي نجد هناك إنتاج، على الجانب الفكري نجد هناك إنتاج، على الجانب السياسي والموقف السياسي نجد أن هناك إنتاج. الملخص هذا كله أنه هيئة علماء المسلمين عملت منذ البداية على تحقيق هذه الثلاثية الصعبة، وهي البناء المؤسسي والعطاء الفكري والموقف السياسي. البناء المؤسسي والعطاء الفكري والموقف السياسي تجتمع عندما تكون هناك هيئة شرعية وليست هيئة دينية كما يفهمنا بعض الناس خطأ أو متعمدا. الهيئة ليست هيئة دينية،
نقولها ونكررها دائما. نعم التفريق بين الهيئة الدينية والهيئة الشرعية الآن شوية صعب، وكثير من الناس ما تدرك هذا الفرق. لما؟ لأنه بسبب اضطراب المفاهيم، تداخل المفاهيم، المغالطات الكثيرة التي تشوش على أذهان وأفكار الناس فيما يتعلق بمواقف الجهات الإسلامية، مباشرة تتهم بأنها جهة دينية. طبعا هي بالأصل ليست تهمة، هذا شرف، ولكن عندما يقولون جهة دينية أن هذه ينبغي أن يقتصر عملها على الجانب الديني. ما هو الجانب الديني؟ صلاة وصيام وزكاة وحج وما إلى ذلك. لا تتدخلون في شؤون الدنيا، وبعبارة أوضح لا تتدخلون في شؤون السياسة، هذا مو شغلكم. الهيئة تقول نحن هيئة شرعية ولسنا هيئة دينية، والهيئة الشرعية تعني أنها تعنى بجانبي الدين والدنيا. لذلك أتعبت نفسها الهيئة في أنه تبني مؤسساتيا وتنشط فكريا وتعطي فكريا وتقوم بواجبات تجاه المجتمع، مو بس المجتمع العراقي، قمنا بواجبات أحيانا تجاه مجتمعات أخرى عندما دعت الحاجة إلى ذلك، رغم مصيبتنا ورغم ألمنا ورغم مأساتنا ورغم قصر إمكانياتنا وعدم استطاعتنا تغطية الحالة في العراق. لكن عندما تأتيك حالة خاصة لابد أن تثبت أنك لست للعراق فقط، وإن كان الواقع والمنطق والشرع قبل كل ذلك يقول ممكن أن تقتصر في عملك على العراق لأنك عاملين آخرين في بلدان أخرى، كل يعمل لقضيته. ولكن إحنا لكي نؤصل الجانب السياسي، ولكي نقول بأن العطاء الفكري يستلزم أن نكون علماء وطلبة علم شرعيين، لابد أن نعي مشاكلنا ومشاكل غيرنا، نهتم بقضيتنا وقضايا الأمة جميعا. ومن هنا كان نشاط الهيئة في قضايا كثيرة، لعل من أبرزها قضية فلسطين ثم مساندة الشعب السوري بعد ذلك وكل الشعوب العربية والمسلمة الأخرى التي تسعى لتغيير أوضاعها. فإذا نحن هيئة شرعية نعنى بأمور الدين والدنيا، وما يهمنا بعد، أقول لكم يا بصراحة، وأيضا أنتم إخواني لا تضيعون وقت ولا تهتمون بالجدالات والنقاشات مع الآخرين، كلهم أصحاب مواقف يسعون إلى جر الأمور إلى موقفهم. وأختم أقول مثال على ذلك، أنه كثيرا ممن كان ينتقد الهيئة على مواقفه ويعدها جمودا ويعدها عدم إدراك للواقع ويعدها عاطفية، بل يحسبها أحيانا على أفكار جهات وأحزاب وقوى أخرى، وإذا بهم مع كل بين قوسين استحقاق انتخابي يطرقون أبواب الهيئة، ويريت يطرقون يعني كما أمر الدين، كما وجهت الأخلاق، كما جرت العادات يستأذنون، لا يطرقونها بأن يدخلون من الشبابيك، ما يدخلون من الأبواب، ما يدخلون من مقدمة البيت، يدخلون من خلف البيت. فيذهب هذا إلى الشيخ الفلاني من الهيئة أو غير الهيئة، يزوره ويقدم له ما يستطيع من خدمات، أو يظهر أحدهم على شاشة الإعلام ويبدي يستذكر الشيخ حارث الضاري رحمه الله وأنه موقفه كان صحيح وموقف قوي بغض النظر عن الاختلاف، وهو ما شاف حارث الضاري يمكن بحياته ولا زاره عندما كان يستطيع زيارته، بل ما كان مقتنع بأفكاره. وبعضهم يقف على أبواب مجالس العزاء ينتظر علماء الدين يدخلون المجالس حتى يدخل معاهم، حتى الناس تشوفوا معاهم وتأخذ انطباع بأنه فلان يدعمه الشيخ فلان. أو بعضهم يسخرون وسائل إعلامهم ومنصاتهم الإعلامية فجأة هكذا لنشر بيانات العلماء والمشايخ ووجوه الناس وشيوخ العشائر اللي كانوا أبعد الناس عنهم. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل المقعد الانتخابي. أحدهم قبل سنوات اشتهرت عنه مقولة بأنه إحنا استفدنا وإحنا قاعدين برا ومرتاحين، إحنا وأهلنا وعوائلنا وأولادنا، أولاد الخيبة بالداخل هم اللي، أو عبارة قريبة من هذا. ماذا يفهم من هذا الكلام؟ يفهم بأنه ينتقد الواقع السياسي، ينتقد العملية السياسية، يسعى إلى إصلاحها. وإذا مع هذا ما يسمونه الاستحقاق الانتخابي بعد الفشل الذريع للعملية السياسية والفضيحة في الانتخابات الماضية اللي ما شارك فيها، يعني ما وصلوا إلى 18% من المشاركين بنسبة المشاركين، يرجع نفس الشخص وأشخاص آخرين إلى التطبيل للعملية السياسية والاستقتال على المقعد الانتخابي
وسلوك هذه الطرق غير الشرعية وغير اللائقة اجتماعيا للترويج لنفسي. فأنا أقول إخواني ومن خلالكم، هناك مبدأ رائع في ديننا وهو مبدأ الولاء والبراء، وهو مبدأ عقدي في الأساس، ولكنه ينسحب ترى كل على منظومة التشريع الإسلامي كاملة. بعضهم يظنه فقط قاصر، يظنه قاصرا على الجانب العقدي، لا، ينسحب على كل الجوانب. فعلينا أن نطبق موضوع الولاء والبراء في الموقف السياسي، مو أقاطع الشخص اجتماعيا وغيره، لا، هذه أمور حياة ما يستطيع إنسان أن ينفصل عنها. كنا نمر بأحزان وبأفراح وما إلى ذلك، نشتغل، نذهب إلى السوق، ندرس، ندرس، نعمل، لابد نلتقي بهؤلاء الناس، منعز داخل قوقعة كما يحاول أن يوهم بعض الناس. لكن الولاء والبراء في الموقف السياسي ينبغي أن يكون كذلك. بمعنى أنا مؤمن بأنه عدم صحة المشاركة في العملية السياسية، لا أرى المشاركة في العملية السياسية، هذا موقفي، وأتعامل على وفق هذا الموقف. بمعنى أنه لا أعطي فرصة لأي طرف آخر أن يستغل موقفي، يستغل شخصيتي، يستغل إمكانياتي للترويج لنفسه. أكون حذر جدا من أي تعاون في هذا المجال، حتى لو قدم لي خدمة ما، هذه الخدمة محسوبة، أنا لست مضطرا إلى أنه أعترف له بالجميل وبالشكر وما إلى ذلك، لأنه قدمها لا لله وإنما من أجل مصلحة نفسي ومن أجل الكرسي. وعلينا أن نعي تماما أن هذه الجهود والخدمات تقدم في هذا التوقيت عادة كل 4 سنوات، لماذا؟ للوصول إلى أهداف سياسية ضيقة. وعلينا أن نعي أن هذا الصراع على الكرسي، العملية السياسية كلنا نعلم بأنها محددة ومعروفة ومفروزة، والنسب معلومة، وكل مكون عراقي له نسبته، قرر الاحتلال ذلك ووافقت عليه الأحزاب التي جاءت مع الاحتلال وقضي الأمر. طيب ما هذا التهافت وهذا الصراع؟ الصراع داخلي، داخل كل مكون، فلان يريد يبعد فلان ويصير مكانه، مو فلان يريد يصير بالكرسي من أجل أنه يزيد النسبة، النسبة لن تزيد. هذا الدستور وضع وسياسة التوافق وضعت على هذا الأساس، ولكنه صراع داخلي لإبعاد فلان ويأتي فلان مكانه. فإذا سياسة الولاء والبراء في جانب العملية السياسية ينبغي أن تكون واضحة وصريحة، وأن لا نستغل بطريقة أو أخرى. وهذا يجرنا إلى خاتمة هذه المحاضرة. الهيئة قاطعت العملية السياسية ومعها تيار واسع جدا من القوى العراقية بعد الاحتلال، بل كل القوى السياسية العراقية التي كانت توصف بأنها سنية عربية قاطعت الانتخابات، كانت نسبة المقاطعة في ذلك الوقت 42%. يبقى بعض الأحزاب والقوى رجعت على المقاطعة، هذا أمر يخصهم. فالهيئة قاطعت وقاطع معها كثيرون، تحققت أهداف كبيرة بهذه المقاطعة. بعد ذلك ارتأت الهيئة أنها تعلن موقفها، بطلان العملية السياسية، عدم المشاركة فيها، عدم التشجيع عليها، بيان آثار وتداعيات على العراق الخطير، وشوفون الآن الآثار وتداعيات هذا الاستشراف كله حصل، والحمد لله، الحمد لله من حيث صحة الاستشراف، ولكن ليس الحمد لله من حيث ما وصلنا إليه، فالحال مأساوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا جميعا. فالقصد بأنه منذ البداية قلنا هذا الأمر، لكن في كل استحقاق انتخابي كما يقولون كانت الهيئة مراعاة لظروف معينة، حتى لا تتهم بأنها تدعو إلى مقاطعة الانتخابات والإضرار بالعراقيين، حتى لا تتهم بأنها تقطع الطريق على الآخرين، حتى لا تتهم بأنها تصادر أقوال الآخرين. كنا نقول هذا موقفنا ولا ندعو إلى المقاطعة، وما زال هذا موقفنا. خاف أحد يسمع، الهيئة إلى الآن موقفها كما هو، وسيبقى هذا الموقف، والوقت مبكر إلى أن تأتي الانتخابات، ولكن من الآن بدأت الحملات الإعلامية، فينبغي التنبيه لقطع الطريق على المتصيدين، على المتسلقين. موقفنا من العملية السياسية ما زال كما هو، وكل من يدعي غير ذلك فهو كاذب أو واهم أو يحاول الوصول إلى هدف معين. أما تقاطع الهيئة أو لا تقاطع، قضية حسمت لا نناقش فيها، لن تدعو الهيئة إلى المقاطعة، ولم تدعو في الانتخابات الماضية والتي قبلها، ولكن تقوم بواجبها، تبين أضرار العملية السياسية، مخاطر العملية السياسية، تداعيات العملية السياسية، وتحذر العراقيين من الانخداع بها مرة ثانية. هذا واجبنا الشرعي وهذا واجبنا الوطني،
وهذا واجبنا الإنساني نقوم به، ولا نستحي ولا نخجل ولا نخاف ولا نراعي، ولا سيما في ظل هذه الظروف التي ثبت فيها أن موقف الهيئة والقوى المناهضة للاحتلال هو الموقف الصحيح. الآن الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات تأتي من جهات عدة من داخل العراق، وجهات كانت تنعها على الهيئة في ذلك الوقت أنها دعت إلى المقاطعة، فكما يقولون كفينا مؤونة هذا الموضوع. ولكن العملية السياسية عند هيئة علماء المسلمين والانتخابات خط أحمر للهيئة وللقوى المناهضة للاحتلال ولكل من يعتقد أنه يعمل بصدق من أجل وطني. صورة أخيرة، واعذروني يعني أن الموضوع يبدو أصبح ذو شجون، بعضهم سلك طريقا آخر، وهذا الطريق الآخر ليس الاتصال بفلان وعلان للمشايخ والعلماء ووجوه العشائر، وإنما بمحاولة استغلال اسم وصورة الشيخ حارث الضالي رحمه الله في سياق حملته الانتخابية. فأحدهم يجلس هكذا كجلوسي ويدعو إلى المشاركة في العملية السياسية وإلى التغيير وإلى بناء مشروع وطني، وخلفه يضع صورة الشيخ حارث الضالي، وهذه محاولة سرقة واضحة كما يقولون عيانا جهارا في وضح النهار. حارث الضالي ليس حكرا على عائلته وليس حكرا على الهيئة، هو لكل العراقيين ولكل الأمة، ولكن لكل العراقيين الساعين لإنهاء الاحتلال والذين لديهم موقف واضح وصريح من العملية السياسية. حارث الضالي مات رحمه الله وهو ضد العملية السياسية. حارث الضالي مات من أسباب وفاته وما عاناه طيلة أو طوال السنوات، سنوات ما بعد الاحتلال. حارث الضالي مات ويصدق عليه قول الشيخ سلمان فهد العودة فرج الله عنه عندما يقول لقد شبع خذلانا من أمته. هذا الخذلان من الأسباب المؤثرة في حارث الضالي وفي وفاة حارث الضالي، خذل قبل وفاته، والآن مو فقط يخذل ولا تخذل فكرته ولا هيئته ولا مشروعه الوطني، وإنما يستغل هذا الاسم. وأقول من العيب والشنار والعار، فضلا عن الموقف القانوني وغيره، أن يستغل اسم حارث الضالي. اسم حارث الضالي مباح لكل عراقي وطني، لكن عندما يستغل في العملية السياسية يمكن حين ذاك أن نستخدم حقنا الشخصي كعائلة، وممكن أن نصل حتى إلى القانون، لأن هذا شبه انتحال لشخصية وفيه تأثير على العائلة، عائلة الشيخ حارث الصغيرة وأنا أمثلها الآن ابنه، وتسبب لنا أذى نفسي وأذى معنوي، وتسبب القضيتنا أذى أكبر من ذلك. فواجبنا الشرعي يحتم علينا أن نقطع الطريق على هكذا محاولات، وأقولها بكل جد وكل صراحة، إذا تكررت مرة ثانية سألجأ إلى القضاء. إخواني بارك الله فيكم، جزاكم الله خير على هذا الحضور. هذه هي خلاصة أفكارنا فيما يتعلق بالهيئة في ذكرى تأسيسها، وأتمنى إن شاء الله في المناسبات القادمة أن نحتفل بهذه الذكرى ونحن في بغداد، وإن لم يتحقق ذلك فأتمنى إن شاء الله السنة القادمة نتحدث عن جوانب مشرقة أفضل من هذه الجوانب يعني المؤلمة التي نعيشها الآن. نتمنى إن شاء الله نلتقي العام القادم وقد حققنا الولاء والبراء الحقيقي من العملية السياسية، أن تكون هذه الانتخابات هي آخر انتخابات يعض عليها أو يعض العراقي على أصبعه ندما، لا كما يفعلون كل مرة نقطع الأصبع نعض على الأصبع ندمنا على صبغ الأصبع باللون البنفسجي، ثم وراء 4 سنوات نرجع على عادتنا القديمة كأن لم يحدث شيء. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور مثنى حارث الضالي مسؤول القسم السياسي على هذا العرض، لمسيرة الهيئة وللحضور الكريم، وإلى لقاءات قادمة بإذنه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.